عززت دولة الامارات العربيه المتحده في عهد المغفور له الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رحمه الله مكانتها ودورها الفاعل على الساحتين الاقليميه والدوليه ونجحت في نسج علاقات قويه مع دول العالم شرقا وغربا على اساس الاحترام المتبادل واصبحت نقطه انطلاق مركزيه لمختلف الجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق الامن والاستقرار في العالم